السلام عليكم، ازيكم بنويت؟ عاملين ايه النهارده؟ فيديو جديد من يادتي سمايل. ان شاء الله النهارده هتكلم عن الحاجه اللي معظمكم سالني عنها في الفيديو الاخير بتاع المشاعر السلبيه وازاي ان انا مريت فتره الاكتئاب بتاعتي دي. فكان من ضمنها ان انا قلت ان انا كنت اتفرجت على فيديوهات اداره المال، عشان كانت من ضمن الحاجات دي كانت مضايقاني ان انا مش عارفه ادير المال بتاع البيت. فقالوا لي طب انت ازاي قدرتي تعملي ده؟ بأبسط حاجة، يعني احنا من الطبقات المتوسطة اللي هي اغلبية كلنا احنا واهلنا كنا عليها، فقدرت ازاي ان انا استغل الموضوع ده مش بدماغي، لا بفيديوهات وحاجات انا شفتها على اليوتيوب، والحمد لله فادتني وشفت نتيجة منها الحمد لله، وقدرت ان انا اعمل حاجة منها. طيب دلوقتي احنا بنتكلم عن الطبقة بتاعة الناس المتوسطين اللي احنا كلنا منها، اللي هي الناس مثلا بتقبض 4000 جنيه 5000 جنيه 6000 جنيه، اللي هي الطبقة اللي اغلبيتنا بنقبضها. تمام، الناس بقى اللي اكتر من كده انا هقول المثال وكلنا نقدر نطبق على القبض بتاعنا. طيب اول حاجة، المفروض ان لما جوزك بيجيب لك القبض اخر الشهر، المفروض ان انت بتقسميه على كذا جزء، ولازم تبقى بالورقة والقلم، عشان في انا هقول حاجات فرعية فعشان خاطر تقدري تركزي معايا. والله الموضوع ده بجد بجد اقسم بالله انا مجربه بقالي كام شهر وشايفه نتيجه الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب، نتيجه منها ممتازه جدا. اول جزء هي الالتزامات. جزء الالتزامات ده مثلا هتحطي الفواتير. انا بالنسبه لي 500 جنيه بيكفوني فواتير كويس جدا، فواتير الكهرباء والغاز والميه والنت والتليفون الارضي، فانا دول بيكفوني حلو جدا، والتليفونات شحن التليفونات. انت برضو بتشوفي دنيتك انت بالنسبة لك ايه. طيب ده كده اول حاجة بتشيليه من المرتب بتاعك. وانا اشتريت، عارفين الاظرف بتاعت الجوابات، اشتريت 12 ظرف كانوا رخاص جدا، مش عارفة اشتريتهم ب20 جنيه ولا اقل من كده، حاجة كده 12 ظرف، وكتبت في ظهر كل ظرف حاجة، فده ظرف الفواتير حطيت فيه 500 جنيه، بس ما حطيتهمش كده، لا بقيت احط فاتورة النت ال 140 جنيه بتوع النت، اقوم لفاهم في بعض وحطهم في الظرف، في الظرف كده متطبقين مع بعض. لو عندك، عارفين اللي هي الحاجات اللي بتتلزق زي الستيكي نوت ولا حاجه، الزقي عليها فاتوره النت. ما عندكيش مفيش مشكله، لفيهم بس على بعض كده وحطيهم في الظرف، وانت عارفه ان ال 140 جنيه دول بتاعت ايه؟ النت. فاتوره الغاز انت عارفه ان ايه تقريبا الغاز بيجي لك بكذا، بقوم تحطها كده لوحدها. فال 500 جنيه ما تحطيهمش كلهم على بعض، لا قسميهم كل جزء لوحده في ظرف لوحده اسمه ظرف الفواتير. ادي الظرف الاول. الظرف الثاني بحط فيه ايجار الشقه، تقوم وكاتب عليه ده ايجار الشقة، وقوم حاطة فيه فلوس الايجار. ادي الظرف التاني. الظرف التالت الجمعية، بس دي جزء ان انا بقى ايه التقسيمة اللي هي الالتزامات بتاعتك دي. اول حاجة الالتزامات هي اللي كل شهر بندفعها، عندك مثلا فلوس دروس للعيال، عندك فلوس الشيخ، اي التزام شهري متكرر بتدفعيه منه بدون اي تفكير، هو ده خانة الالتزامات، ودي اول خانة بتتقسم عليها المرتب بتاعك. فانا شلت الالتزامات، فواتير ايجار دروس مدارس اي حاجه شهرين بتدفع، وكل خانه بظرف لوحده. ادي ده كده الجزء الاولاني. الجزء الثاني لازم 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 جزء الاستثمار، لازم يعني حتى لو هيجي على الاكل والشرب بس لازم. طيب جزء الاستثمار ده انا بالنسبه لي هو الجمعيه. بجد يا جماعه من انجح الحاجات اللي شفتها هي في الاستثمار يعني او التحويش هو الجمعيه، لان الجمعيه بتتحول لالتزام وانت مش واخده بالك. الجمعيه بتبقى بالنسبه لك هو التزام وانت مش واخده بالك، في حين ان اصلا انت لو قلت ايه انا داخله مثلا جمعيه ب 1000 جنيه مثلا، ايا كان داخله بايا كان المبلغ اللي انت داخله بيه، لو انت قلتي لا انا هحوش مع نفسي ال 1000 جنيه دي في البيت. والله انا حاولت فعلا فتره طويله من الزمن وانا بقنع نفسي ان انا هحوش فلوس الجمعيه دي في البيت، لا بيطلع لها مليون الف حكايه وبتتصرف. فبالنسبه لي كانت الجمعيه هي الحل الامثل، لانها زي ما قلت لكم هي التزام. فده الجزء الثاني وهو الادخار او الاستثمار، هما طبعا الاثنين مش نفس الحاجه، ولكن الادخار ده انت مثلا هتقبضي كل 5 شهور مره او كل 10 شهور مره، فانت بالنسبه لك انت عارفه ان انا الشهر الفلاني ده هيجيلي فيه المبلغ العلاني، فالمبلغ ده انت بتكوني بطول فتره الشهور ده انت بتشوفي هتعملي بيه ايه، بس ما يكونش لسد ديون، يعني يكون لحاجه هتتعمل.
يعني هخش قرعة، هجيب هخش في حاجة، يعني مثلا هعمل شهادة في البنك تجيب لي دخل حتى لو مبلغ صغير، والله يعني هتعملي بيه حاجة يدر عليكي دخل او يزودك. هجيب بيه حتة دهب، لكن مش هسد بيه دين، مش هجيب بيه موبايل، مش هجيب بيه حاجة ترفيهية تقل قيمتها، لا انت هتجيبي بيه حاجة تكون بتزودك، هل بتزودك في الدخل او بتزودك في ان هي عقار او ارض او حاجة بالقسط. يعني طبعا اكيد هو مش هيكون مبلغ كبير لدرجة انه يشتريهولك كاش، لا هيكون حاجة بسيطة يعني تكون قيمتها بسيطة ويكون بعد كده بالقسط. طيب نيجي بقى الاهم جزء، وهو جزء الاكل والشرب. بص، افضل حاجة وصلت لها هي التقسيمة اللي هقولكوا عليها دي، ان انت ازاي هقولكوا. اول حاجة بحط مبلغ ثابت لكل اسبوع، انا عندي في الشهر 4 اسابيع، فبحط مبلغ ثابت لكل اسبوع. المبلغ ده يكون الحاجات اللي بتخلص اسبوعيا، زي الطماطم، الخضار عموما بقى، الطماطم والخيار والمش عارفة ايه، والفاكهة، البيض، الجبنة لو انت بتجيبيها علب صغيرة، لكن لو بتجيبيها جيركن للشهر يبقى افضل. الحاجة اللي انت محتاجة تجيبيها كل اسبوع، تمام؟ فبسيب المبلغ ده اسبوعيا واضيف عليه 50 جنيه، ده يكون احتياطي بقى عيل تعب، احتياطي حصل حاجة. ادي اول حاجة، يعني مثلا انا عن نفسي بسيب 200 جنيه للاسبوع، بس انا يعني فلوس الشهر انا هقول لكم بقى انا بعمل ايه، بس في المقابل انا بجيب شكارة رز تكفيني الشهر كله. شكارة الرز بقى دي انت تشوفي تكفيكي ايه، انت مثلا بيكفيكي شكارة 5 كيلو هتجيبيها. طيب لا، انا ساعات اجيب الشكارة 25 كيلو وتكفيني عدد شهور، بدل ما كل شهر تجيبي مثلا شكارة 5 كيلو، لا هاتيها تكفيكي عدد شهور. الشكارة 25 كيلو تقعد معاكي عدد شهور معين، فده تشلك من الفلوس الاسبوعية. هاتي شكارة مكرونة، بدل ما تجيبي كم كيس مكرونة، لا هاتي شكارة مكرونة اللي هي 10 كيلو دي، يا هتقعد معاكي شهر يا هتقعد معاكي عدد شهور معين، تمام. تاني حاجة اللحوم، هاتيها بالشهر. فدلوقتي انت هتشوفي اللحوم بتاعتك هتكفيكي قد ايه في الشهر وتجيبيها من اول الشهر وتحطيها في الفريزر. انا شايفة مثلا ان انا في الاسبوع ده هعمل يوم لحوم ويوم ارديحي زي ما بنقول كده بالعامية، او هعمل يومين هعمل ثلاث. انت هتشوفي انت الاسبوع الواحد بتعملي قد ايه لحوم في الاسبوع، فبالتالي انا هحتاج كل اسبوع قد كذا لحوم، قد كذا سمك، قد كذا بانيه، قد كذا لحمه مفرومه. هتشوفي دنيتك انت بتمشي ازاي وهروح اجيبها من اول الشهر. في دلوقتي جروبات على الفيسبوك وجروبات على الواتس بيكونوا بنات بيبيعوا من بيوتهم، اللي هم بتبقى اسمها فريش دي، بيبيعوا حاجات حلوه جدا من الجبن ومن الكاتشب ومن الحاجات دي بالكيلو، كاتشب كيلو مش عارفه ايه، وبتكون بسعر حلو جدا. والتوابل بيبيعوها لك بالكيلو والنص كيلو، بتكون رخيصه جدا، بتشتري برده من عندها وبيكون التوصيل ب5 جنيه، بتجيبها لي لحد باب البيت، او لو انت بتتعاملي مع عطاره محترمه، تمام. شوفي الحاجات اللي مثلا ينفع تتجاب سايبه احسن ما تجيبيها كده، زي مثلا البقوليات اللي هو العدس والشعريه والفول، اللي لو ودمسي فول، التدميس الفول على فكره انضف واوفر بكتير جدا جدا جدا، خصوصا برده في رمضان او في الفطار او في يوم الجمعه، بنحتاج الفول ده اساسي، اكله وجبه اساسيه في البيت. انا بجيب بالنسبه لي كيلو الفول اللي هو الحب، انا بدمسه وكيسه في كيس الثلاجه ده وعينه في الفريزر، بيوفر عليا كتير وبيسهل لي الوقت. عندك العيش، العيش لو انت مش عندك بطاقه التموين، يا اما بتجيبي من العيش اللي هو الرغيف بنص جنيه ده تجيبيه برده بالشهر وتعينيه عندك بالتموين، هيكون حلو جدا. في ناس دلوقتي بيقعدوا قدام فرن العيش يكون هما جايبينه من التموين ويبيعوه، بس ما بيبيعوش بقى بنص جنيه، لا بيبيعوا لك مثلا الرغيفين بربع جنيه، الرغيف بربع جنيه برضو بيبقى ارخص، فبتروح تشتري منهم، عندك حد بتتعاملي معاه. المهم ان انت بتقسمي اللحوم بتاعتك، بتجيبيها بالاول من اول الشهر، الرز والمكرونه والبقوليات والتوابل والحاجات دي بتجيبيها من اول الشهر وتخلصي منها. بتشوفي الجبنه، يا اما بتتعاملي زي ما قلت لكم مع الناس اللي بتبيع الجبنه القريش وتقومي انت خلطها في الخلاط بتاعت بكوبايه لبن ولا كيلو لبن على حسب الكميه اللي انت جايباها، اتعملت لك جبنه دومتي وانت جايباها اصلا جبنه قريش.
تاني حاجه بتقومي شايله فلوس للمواصلات. انا عن نفسي بقوم حاطه من ظرف من الاظرف بقوم حاطه ظرف للمواصلات، بشوف انا مواصلاتي في الشهر انا وجوزي بتبقى كام واقوم عامله ظرف المواصلات. في ظرف تاني بعمله ظرف للتحويش، انا بعمل ظرف دايما للتحويش حتى بعيدا عن الجمعيه، لا بعمل ظرف للتحويش بس ده مثلا احط فيه 100 جنيه احط فيه 50 جنيه ده كده ظرف للتحويش. ظرف تاني بعمله للاحتياط، بحط ظرف الاحتياط احط برده فيه 100 جنيه احتياطي، مثلا عيل لا قدر الله تعب واحتاجتي تروحي بيه للدكتور، حصل لك عزومه احتاجتي اي حاجه بحط ظرف فيه 100 جنيه للاحتياطي. تمام كده، غير الاربع اظرف بتوع كل اسبوع، الاسبوع الاول في كذا 200 جنيه، الاسبوع الثاني في كذا ماشي 200 جنيه كده، اربع اظرف الاسبوع الاول الاسبوع الثاني الاسبوع الثالث الاسبوع الرابع، وكل ظرف فيه 200 جنيه. لكن انا اصلا في بيتي الرز الحمد لله والمكرونه والزيت والسكر والملح والخل والتوابل بتاعه الشهر خلاص دي اتشالت خلاص على جنب. انا بقى ال 200 جنيه بتاعت الاسبوع ده خلاص هجيب بقى، شوف هجيب طبق بيض ولا نص طبق بيض، هشوف هجيب مثلا مثلا خلص من عندي هجيب الخضار، الخضار بقى الطماطم والجزر والحاجات دي، هجيب فاكهه حاجات بقى ايه اللي هي يعني ما ينفعش تفضل شهر كامل تبوظ عندك لو فضلت شهر كامل. دي بس اللي انا بجيبه من الفلوس بتاعه كل اسبوع. ويتفضل لي كمان 200 جنيه لان خلاص الحمد لله بيتي كله عمران الحمد لله كله خير والحاجه متستفه في الفريزر. على فكره انا بحط كمان البقوليات في الفريزر بعمل لها درج من درج الفريزر، التوابل بحطها في الفريزر بتاعه الشهر عشان ما تسوسش، وشكاره الرز وشكاره المكرونه بحطها في حته هاويه كده ما بحطهاش عشان ايه ما تسوسش منك. فيبقى انت كده المرتب بتاعك الحمد لله الحمد لله قدرتي ان انت تعملي جزء منه لجمعيه، فده الجزء بتاع التحويش بتاعي اللي انا كده الحمد لله انا اتاكدت ان انا الشهر ده انا حوشت، سواء بقى انت داخله الجمعيه ب 1000 ب 2000 ب 3 على حسب كل واحد ومقدرته. بس حتى لو هيجي لك على الاكل والشرب، يعني حتى لو هيجي على مثلا انا هحط مثلا 500 جنيه لحوم، لا انا هحط اقل، لا انا هحط اكتر، بدل ما هجيب شكاره رز 25 كيلو لا انا هجيب شكاره رز 5 كيلو. تمام، يعني اهم حاجه ان انت تحوشي تعملي جمعيه، دي اهم حاجه. ليه؟ حتى لو هتجيلك على الاكل والشرب او هتجيلك على حاجه تانية ينفع تستحمليها، بس هتكوني واثقه ان انت مثلا هتقعدي الجمعيه دي مثلا مدتها 10 شهور او مدتها 6 شهور ماشي، انت 6 شهور دول هتقعدي في جاي على الاكل والشرب شويه، ولكن لما هتقبضي جمعيتك هتقومي حطاها مثلا في شهاده ادخار ولا هتحطيها في حاجه هتدخلك دخل. في ناس بقوم شايفاها بيقوموا جايبين عربيات بالقسط يدفعوا بالجمعيه دي ياخدوها يحطوها في عربيه بالقسط ويقوموا العربيه دي مودينها المكتب سياحه، والعربيه دي تجيب لك ايجار، تاجري عربيتك في مكتب سياحي تجيب لك ايجار. تمام، وانت بقى بالعربيه دي انت بتدفعي قسطها، فتبقى انت دخلتي قسط العربيه في ان انت اجرتيها، فاهمني؟ فاهمني انت بس دفعتي المقدمه بتاعت العربيه، دفعتي مقدمه عربيه تمام، وقمتي رايحه موديها المكتب سياحي. استني ماما، فبالتالي انت قمتي موديه العربيه بتاعتك دي في المكتب السياحي هتاجريها مثلا ب 2003. تمام، ال 2003 دول هم الايجار بتاع العربيه، هم الاقساط بتاعت العربيه لحد ما سنه ولا حاجه وتقومي مخلصه ثمن العربيه من الايجار بتاعها. بعديها تقدري بقى انت تسحبيها، تبقى انت كده اشتريتي عربيه من بس المقدمه اللي انت عملتيها، يا اما تخليها مستمره ويكون ليكي بعد كده دخل زياده على دخل جوزك، دي حاجه تانية. طيب في ناس بتقوم عاملاها في المتاجر الالكترونيه، بس انا ما بفهمش في الكلام ده، في يعني بيبقى شغل على النت كده بس انا مش شاطره فيه ولا بفهم فيه حاجه فما اعرفش يعني، في بس في ناس تانية يعني لو بحثتوا ان تقدري ان انت تعملي حاجه على النت ومن النت دوت يقوم جايب لك دخل، بس عشان انا مش عارفاه فما اتكلمش فيه. حاجات بقى تانية كل واحد بقى وليه دخل، تخشي شراكه في حد عامل محل سوبر ماركت، تخشي شراكه مع حد عامل حاجه، تفتحي انت لنفسك مشروع تجيبي يبقى هو الماتيريال بتاعتك، جبتي الاساسيات بتاعت المشروع بتاعك وتصنعي انت في البيت وتبيعي ويبقى ده مشروع ليكي. حاجات بقى كتير تقدري تعمليها منها، بس اهم حاجه التقسيمه اللي انا قلت لك عليها دي لو هتلاحظي هي اتقسمت لثلاث أتلات، وهو ده الموضوع ان يعني انت بتقسمي اساسيات وادخار والتزامات، اساسيات وادخار والتزامات.
لازم تبقي مرتبك تقسم للثلاث تلات دول. وموضوع الظرف اظرف الجوابات دي ان انت تقسميها الاظرف والله العظيم ممتازه جدا. والاكل والشرب قسميها وانت نازله تكوني كاتبه في الورقه انا هشتري 1 2 3، ما تنزليش كده تسوقي كده لا، وما تسيبيش حاجه تيجي لاخر الشهر تلاقي دنيتك باظت. فبالتالي انت كده اتاكدتي ان انت قسمتي حاجتك طول الشهر، البيت بتاعك اكلك وشربك موجود طول الشهر، ادخارك الحمد لله ان انت حوشتي الشهر ده، والتزاماتك ما يجيش حد يخبط عليكي ويقول لك انا عايز وصل كذا ولا عايز الايجار ولا عايز وانت مش عندك. وكل واحد بيعيش بالمرتب بتاعه، ما تعيشيش فوق المرتب بتاعك. عارفين ان الدنيا صعبه جدا وعارفين ان الدنيا مش سهله، بس صدقوني حاولوا تيجوا على الحاجات اللي تقدروا تيجوا عليها، تعالوا على الاكل والشرب، تعالوا على الجمعيه، تعالوا على كذا، لكن اهم حاجه تكوني شايله التزاماتك، محدش يخبط على بابك وانت مش معاكي الفلوس بتاعتك. الناس اللي بيكون رزقها يومي، جوزها بيجيب لها رزق يومي، امشي يوم بيوم، امشي يومك اللي يجيبهولك امشي يومك بيوم. حاجه تانية صغيره قوي تعلمتها قريب هي ان انت مثلا احنا 4 افراد في البيت، انا وجوزي وعيلين، فانا بعمل الاكل بتاعي ل4 افراد دول، تمام؟ لا، اعملي الخمسه، اعملي 5 افراد كل يوم، اعملي ال5 افراد، تمام؟ الوجبه الخمسه دي مش هتفرق معاكي قوي، صح؟ مش هتفرق. الخمسه دي طلعيها لحد، الناس اللي بتمشي تلف، الناس اللي بتبقى محتاجه، طلعي الوجبه الخمسه دي بنيه البركه في البيت، بنيه فك كربه، بنيه تسديد دين، بنيه بركه في عيل، تمام؟ المهم المعلومه دي انا لسه متعلمها قريب وطبقتها، الصراحه راحه نفسيه حلوه وبتخلي فيه بركه كده ورزق في البيت. انت زياده معاكي زياده، اعملي كل شهر افطار 5 افراد، كل شهر مره واحده بس اعملي وجبه كبيره وقسميها على وجبات وطلعيها، انزلي بنفسك كده ولا جوزك وانزلي وزعيها على الناس اللي بيمشوا اللي من الزباله، الناس اللي بيبقوا محتاجين، انت حد انت عارفاه، بس اهم حاجه يكون حد ثقه. زائد المرتب لازم يطلع منه صدقه بنيه عدم زوال الرزق، لازم بركه ان بركه المرتب وعدم زوال الرزق. انا اسفه ان الاضاءه عماله تروح وتيجي، بس انا مش عارفه ايه، الشمس عماله تختفي لي وتيجي. الموضوع ده صدقوني انا جربته والله فعلا يا جماعه، ان على راي الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا ان اللي احنا صرفناه علينا ده هو اللي راح، واللي بقي هي الصدقه اللي طلعت، هو ده اللي بقي. لكن ما تقوليش لا مش معانا ومش قادره اكل عيالي ومش عارفه اعمل، صدقوني لا والله العظيم يعني، وما تستخسريش. فصدقوني موضوع الصدقات ده بيفرق جدا والله العظيم عن تجربه. انا كنت اقول لا يعني يا دوبك ومش عارفه ايه وكده، لا صدقوني، وما تعملوش اقل حاجه، لا يعني الوسط مثلا 100 جنيه كل شهر، شوفوا هتقولوا ده 100 جنيه يعني العيال ومش عارفه ايه ومقصره، لا والله بجد ده هي دي اللي بقيت، بس قسموها يعني. انا مش هي المية اللي بطلعها عشان انا مش عايزه اقول انا بعمل ايه كل شهر، دي بتبقى ليكي لله يعني، بس انا قصدي ما تطلعيش 10 جنيه يعني، قصدي ده اللي قصدي يعني، ما تطلعيش 10 جنيه، ال 10 جنيه ما بقتش تعمل حاجه في الزمن ده، طلعي مبلغ كويس بحيث لما تقسميه على مثلا فرد ولا فردين ولا ثلاثه يقدروا يعملوا بيها حاجه، ما تديش 5 جنيه ما تديش 10 جنيه يعني، ما بقتش تعمل حاجه للاسف. فطلعي حاجه يتقدر تبقى وجبه لعيله اليوم ده حتى، ده اللي انا قصدي يعني، فهمتوني؟ بس شهريا بس بنيه البركه. والوجبه اللي بقول لكم عليها دي فعلا يا جماعه والله العظيم بتفرق وما بتاثرش. شويه هيبقى طبق رز زياده بس يا ولاد، هيبقى طبق رز زياده وعليهم الخضار زياده، ولو حتى لو ربع الفرخه قسمتيه نصين، بصي حتى لو عملتي ربع الفرخه قسمتيه نصين في ناس مش لاقيه، حتى لو حته اللحمه كانت صغيره شويه عادي، لو شويه لحمه مفرومه على وش الرز عادي، اي حاجه بنيه البركه والرزق لله. بس انا مش هطول عليكم اكتر من كده، انا كنت بكلمكم بس من قلب لقلب، لكن انا مش محضره الحاجه، يا رب اكون قدرت افيدكم، وان شاء الله ربنا يوسع رزقنا علينا وعليكم وما عليكم غير بالاستغفار وذكر الله، وربنا يرزقنا جميعا. سلام عليكم، اشوفكم الفيديو الجاي.